السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك معكم واحد طريقة بسيطة جدا بالنسبة للأخوات والإخوان اللي كيعانيوا من مشكل ديال رائحة الفم الكريهة المزعجة. قبل ما نبدا معكم هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزورونا لأول مرة، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على الزر الأحمر للتوصل بوصفاتنا بشكل يومي فضلا وليس بأمر. رجعوا أخواتي إخواني للطريقة البسيطة اللي بغيتوا تخلصوا من رائحة الفم الكريهة. هذا طبعا الى ما كانش عندنا تسوس وما كانش عندنا شي مشكل صحي ضروري. الى كانت عندنا هاد الرائحة هذه دائما يعني دائما عندنا رائحة الفم الكريهة، لان رائحة الفم الكريهة كيكون عندها بزاف ديال الاسباب، منهم الناس اللي كيعانوا من حموضة ديال المعدة، او الناس اللي عندهم تسوس او عندهم مشاكل على مستوى اللثة. ضروري نعرفوا السبب اللي كيؤدي لنا لهذه الرائحة باش نتخلصوا من المشكل من الجذور ديالو قبل ما نبحثوا على الوصفات الطبيعية الوصفات الطبيعية للمساعدة. بالنسبة للطرق اللي غنشارك مع الأخوات والإخوة اليوم، هي طرق آمنة، طرق طبيعية، طرق معروفة منذ القدم. إلا كنت كنعاني من رائحة الفم الكريهة وما عنديش تسوس وما عنديش يعني التهاب في اللثة وما عندي حتى شي مشكل صحي، قبل ما نستعمل هذه الوصفة هذه ضروري أنني ما نتخلاش على الفرشات والمعجون. يعني فاش نستعمل يوميا هذه الطريقة هذه، نستعملها مرة واحدة في اليوم فاش نستعمل المعجون ديالي، ننظف الأسنان ديالي مزيان وننظف الفم ديالي، ومن بعد نقوم باخذ واحد الحبه ديال الهيل او قعقله الهيل او الحبهان. حبه ديال الهيل او الحبهان فهي كافيه باش تخلي لك رائحه الفم ديالك منعشه ورائعه. نقوم باخذ هذه الحبه هذه والغسل ديالها والمضغ ديالها. الا بغيتي تبلعيها ممكن تبلعها، ما بغيتيش تبلعها يمكن تخلص منها، تخليها في الفم ديالك واحد الفتره حتى تتحس بالرائحه يعني ديال هذه الحبه ديال الهيل، فهي منعشه وكتحس بها. نتخلص منها او نبلعها ماشي مشكل. الا ما عندكش الهيل او حب والحبهان، يمكن لك تاخذ حبه حلاوه، حبوب حبه حلاوه، هي هذه. ناخذ حبوب حبه حلاوه او لا ناخذ الحبوب ديال النافع، الشمر او اليانسون، حبوب الشمر او حبوب اليانسون، بجوجهم فيهم واحد المذاق جميل وكيخلصنا ايضا من الرائحه ديال الفم الكريهة. طريقه استعمال حبوب الشمر او اليانسون، نقوم باخذ واحد نصف ملعقه والمضغ ديالها. قبل ما نقوم بالمضغ ديالها طبعا غادي نغسلها في الصفايه وغادي نقوم بمضغ بحال كنمضغ العلكه. غادي تحسوا بان الرائحه ديال النفس ديالكم تغيرت، ولات رائحه فيها رائحه الشمر او رائحه حبوب اليانسون رائعه كتخلينا النفس ديالنا منعش. بهذه الطريقه هذه غادي نتخلصوا خلال اليوم، غنتخلصوا من الرائحه ديال الفم الكريهه فورا بعد استعمال هذه المكونات هذه، اما حبه من حبوب الحبهان او الهيل او حبوب اليانسون او الشمر. بهالطرق هذه الطبيعيه الامنه يمكن ليا نتفادى تناول مضغ العلكه، لانها كتدخل لنا الهواء بزاف الامعاء ديالنا والبطن ديالنا وكتسبب لنا مشاكل ديال انتفاخ ديال البطن. يمكن لينا ناخذوا هذه المكونات هذه يعني نديروها مع النظام ديالنا ونبداو نستعملوها. وطبعا قبل ما نفكر في الوصفات الطبيعيه ضروري انني نعالج المشكل الا كان عندي تسوس او عندي شي مشكل صحي قبل اللجوء للوصفات الطبيعيه. كنتمنى منكم اخواتي اخواني اللي يعني كيعاني من رائحه الفم الكريهه مره يمكن له يستعمل هاد الطرق هذه. كنتمنى منكم الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جربوا حكم، وما تنساونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.